بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم وزينهما في قلوبنا وعقولنا يا رب، وابعد عنا شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن في الفيسبوك وغير الفيسبوك. تمام، ممتاز. الآن يا سادة الكرام، في عنا mysqltutorial.org، هذا موقع يقدم لك خدمات تدريبية وتعليمية، تمام، وأمثلة تختلف عن الموجودة في الموقع الرسمي mysql.com. تمام، في سامبل داتابيس موجودة عنده هنا، أنا نزلتها وخزنت لك إياها في الريسورسز هنا. هيها اسمها mysql database.sql، عبارة عن ملف أو أوامر SQL اللي أنا علمتك عليها في المحاضرات السابقة أو في معظمها. هيها أنا فتح باستخدام مثلا الدفتر أو المفكرة، هاي المفكرة، وتنسيق التفاف النص. تمام، هاي الأوامر يا شباب. تمام، use classic models، هذا اسم الداتابيس اللي بدها تكون موجودة. تمام، هو هنا حينشئ الداتابيس، هذا السكيما تبعته، بس لسه مش جوا الداتابيس، هذا في ملف خارجي. وهي بيعمل create table customer، تتعلم منه الأوامر اللي أخذناها. تمام، وفي الآخر إيش حاطط هنا؟ حاطط البرايمري كي، على أساس إيش؟ وين البرايمري كي؟ هيو، على مستوى الجدول وليس على مستوى الحقل في الأعلى. تمام، وبعديها ضايف كي معين إله تاني، وضايف constraint اللي هو الفورين كي. أوكي، وحاطط مع كل جدول حاطط الديفولت كاركتر سيت، أنا لاتيني حاطه، إحنا عندنا ويندوز 1256 صح؟ أي حاجة فيها 1256 سبورت للعربي. تمام، وهي الداتابيس انجنز اللي هو الانو دي بي، هذول ممكن نحطهم على مستوى الداتابيس ونريح راسنا ونشتغل صح. وبعديها عامل عملية ادخال في جدول مين؟ الكاستمرز. جملة الانسيرت هيها values، وين values؟ هي values، دخل البيانات، هي اول سجل. بعديها ايش عمل هو؟ فاصلة، وبلش يدخل البيانات الثانية في السجل الثاني، في جملة مين؟ في جملة insert واحدة زي ما عملناه، يعني صار multiple records with one insert statement صح؟ عدة سجلات، وهذا اللي شرحناه المحاضرة الماضية صح؟ وعليها فقس اللي هي معظم البيانات. هذا الملف راح استورده أنا جوا الماي اس كيو ال داتابيس. هشغل عندي هنا طيب، هاي سطح المكتب وهاي الوامب شغلنا، وهاي الداتابيس موجودة. هنشغل البي اتش بي ماي ادمن، هاي موجود هنا الداتابيس، انا قبل كده عندي موجودة، راح احذفها، باجي على الهوم، بضغط قاعدة البيانات، هاي الكلاسيك موديل، بعلم عليها، بقول له ايش حذف، ايش هو حينفذ الامر؟ دروب داتابيس اسمها، صح؟ هاي الامر، دروب داتابيس وهاي ايش؟ اسمها، دروب بدروب، ايش صار فيها؟ طارة، اروح استوردها، اروح ايش؟ استوردها، ايش بحكي له هنا؟ استيراد، بستعرض الملف اللي بدي اياه. هي موجود عندكم على حسابكم انتو على الشبكة، هاي ماي اس كيو ال سامبل داتابيس، فتح هي، غير هذه لأي حاجة هنا تدعم العربي. طبعا انا هذا مستخدمها سامبل وكلها بالانجليزي، بس يعني من باب العلم. الصيغة الموجود فيها الملف صيغة ايش؟ مش اكسل ولا اكسس ولا اي حاجة، اس اس كيو ال صح؟ وهاي انطلق، بس لقيت حلاقي هنا ايش صار؟
اجت الكلاس كلاسيك موديل داتا بيس اللي اسمها ايش؟ كلاسيك موديل. الكلاسيك موديل من ايش بتتكون يا سادة يا كرام؟ نفس الامتحان، من كاستمرز زباين، من امبلويز موظفين، من اوفيسز مكاتب متابعة إدارية، اوردر ديتيلز تفاصيل الطلبية، اوردرز مدفوعات، هي نفسها. ما انا شرحتها، بديت فيها في التحليل، بدأت فيها والآن خلاص انت بتكمل، بتربط الأمور كلها مع بعض. يفترض خطوط اللي هي التسليم البرودكت لاينز، وفي عندك اللي هي البرودكت نفسه، تمام. هذه الجداول بدي أطبق عليها إجراءات، بدي أعمل عليها بروسيجرز أو فانكشنز. موضوع اليوم هو إيش؟ البروسيجرز والفانكشنز. الموضوعات البروسيجرز والفانكشنز موضوعات رائعة جدا، وهي تعني إنه أنت حتصير تبرمج زي ما بتبرمج في الجافا، حتبرمج في الماي اس كيو ال. بس البرمجة هنا بتعتمد على وجود مين؟ أوامر اس كيو ال، سواء كانت الأوامر هذه داتا ديفينيشن لانجويج، يعني تعمل كرييت فيها او دروب او التر، او داتا مانيبيوليشن لانجويج، تعمل سيلكت او انسيرت او ابديت او ديليت. فهذه الاوامر موجوده. اضافه الى ذلك انه الماي اس كيو ال سبورتد في البروسيجر والفانكشن للاف ستيتمنت، للكونديشنز والكيس ستيتمنت، اخذتوهم هذه الاف والكيس، لللوبس الوايل والريبيت، او لا اللي هو الايرور هاندلنج مثلا، تصيد الاخطاء اللي انتم اخذتوها لتراي وكاتش، تمام، هتاخذوها ان شاء الله رب العالمين اللي هي تصيد الاخطاء، تمام. فالموضوعات في الصفحه هذه يا ساده الكرام رائعه جدا، يعني فيك انك انت تقرا. هي بتنزل السامبل داتابيس اللي تو نزلتها انا، وهي بشرح لك من الصفر، وهي البيسكس. انا حبلش من هنا، هذا كله القديم شرحت لك اياه، ماي اس كيو ال بيسك توتوريال، تمام. أبدأ من هنا الشرح كله الآن اللي هيكون على الموضوعات هذه. هننتهي هاي في if statement، هاي الكيس اللي هي conditions، تمام. هاي عندك الستورد لوب في الستورد بروسيجر في هذا الكيرسر. انتم مش هتشتغلوا برمجة في الجافا مع اللي هو البروفايدر سبورت هذا، او الكونتنت بروفايدر بنسميه احنا، اللي هو تبع الماي اس كيو، تبع الاس كيو ال لايت، تمام. مش حتشتغل الا بشغله اسمها كيرسر، يعني هتجيب البيانات من الجدول وتتعامل معاها سجل سجل. فبالتالي الكيرسر اللي انا حفهمك اياه هو حيفهمك اياه المدرس تبعك في ماده تطبيقات الهواتف الذكيه واحد، تمام. هذا هشرحه أنا، موجود وموجود في كل لغات الدنيا، بس اسمه مش كيرسر مع مايكروسوفت. مايكروسوفت بتعمله يمكن أدابتر بتسميه، تمام. لكن الفكرة إيش مالها؟ المنطق واحد، المنطق إيش ماله؟ واحد. أوكي، هبلش شغلي أنا. هاي الموقع موجود أمامكم والداتابيس موجودة عندكم، يا ريت تقرأوا فيه. اللي أنا بدي أحكيه موجود في هذا الموقع بشكل أو بآخر، تمام. تمام. الآن يا سادة الكرام بدنا نبلش في موضوع البروسيجر and function. طبعا نكبر الخط ونكبر شاشة مين؟ العرض. البروسيجر والفانكشن هي تدخل في إطار ما يسمى البرامج. اصلا هو البرنامج عباره عن ايش في النهايه؟ مجموعه من الفانكشنز. انتوا في الاوبجكت اورينتد بتجمعوهم في كلاس، صح ولا لا؟ تمام. انا الان بديش الفانكشنز هذه اتعامل معاها جوا كلاس، بدي اتعامل معاها بشكل مفرد، تمام. بس ايش الفرق بين البروسيجر والفانكشن؟ مع العلم انه التنين كلاهما برامج صغير، برنامج صغير، سب روتين، سب بروجرام. البروسيجر بالعربي بنعربه احنا اجراء، والاجراء هو مجموعة من الاوامر،
تعطى لمرة واحدة عشان تتنفس في مرة واحدة. يعني بعطيك 10 أسطر 20 سطر كلهم أوامر بقول لك روح نفذهم، تمام؟ فكأني جمعت بدل ما أكتب سطر سطرين 23 سطر كل مرة أكررهم بحطهم في ما يسمى إيش؟ إجراء، تمام؟ طيب والفانكشن، بسموها وظيفة أو دالة. فلما يرد ذكر اللي هو كلمة إجراء يعني بروسيجر، لما يرد كلمة فانكشن أنا بقصد فيها دالة أو وظيفة، هي برضو مجموعة من الأوامر، تمام؟ تنفذ وتعود الدالة بقيمة، ترجع الدالة بإيش؟ يعني فيها جملة ريتيرن. البروسيجر انتوا بتعرفوه في الجافا هو الفويد فانكشن. هو ايش؟ الفويد فانكشن، والفانكشن هي اللي بترجع قيمه، تمام؟ وصلت الفكره بين البروسيجر والفانكشن. عنده هنا امر اسمه كرييت بروسيجر، وعنده امر اسمه كرييت فانكشن. الان حركز انا على الكرييت بروسيجر، هشرح شغلات كتير. الشغلات هذه موجودة في الفانكشن، يعني مش هكررها لما اجي اشرح الفانكشن، بس هركز على بعض الامور الخاصة بالفانكشن بس، لكن في شغلات كتير مشتركة بيناتهم، تمام؟ فقلت ايش هي الجملة او كيف انا ممكن اعمل جملة create a procedure. فاجي بكتب الامر كالتالي create a procedure. أنا إيش بدي أكتب؟ اسم البروسيجر، وبفتح قوس للمدخلات. المدخلات إيش بنسميهم إحنا؟ باراميتر، صح؟ واضح؟ تمام. أول خانة بأحطها اسمها باراميتر، خلينا نشتغل بنفس المنهجية. طيب بعدين باراميتر نيم، مسافة باراميتر داتا تايب، وفي ان انا استخدم كلمة ديفولت واحط قيمة معينة. هذه كلها اوبشنال. ايش يعني؟ يعني ممكن اعمل بروسيجر ما بعتش معاه ولا باراميتر، تمام؟ بعديها بنبدا بجن، بنحط جمل اس كيو ال سيلكت وكرييت وابديت وديليت، وجمله اف وريبيت، والجمل اللي احنا بنعرفها في اللغات الاجرائيه اللي هي اللوبس والكونديشنز، صح ولا لا؟ هذه هي اهم شغلات انتم تعلمتوها في اي لغه برمجه، صح؟ وفي الاخر ايش بنصل هنا؟ لاند، وبننهي الاند بجمله او باشاره لا الانهاء ايا كانت هذه الاشاره. الوضع الافتراضي لها فاصله منقوطه، لكن ممكن نغير ونبدل في بعض اللي هو الايديتورز. طيب هذا هو الصيغه الرئيسيه او الالزاميه او الحد الادنى لمين؟ لانشاء البروسيجر، تمام؟ كيف بحذف البروسيجر؟ اضرب بروسيجر بروسيجر بس، وفيك تقول له if exist، بتقول له if exist، تمام؟ طيب هذا انشاء الاجراء، تمام؟ هذا ايش؟ حذف الاجراء. استدعاء الاجراء، كيف بدي استدعيه؟ هو مخزن في الداتابيس. بكل بساطه ايش بكتب؟ ندي، ايش بقول له كلمه ندي بالانجليزي؟ كول، كول هيم،
صح؟ انا متاكد يعني اتصل عليه كلمه يعني، بكتب كلمة كول بس. وايش بقى جنبها؟ واذا في براميط ارز، تعرفون براميط ارز؟ اذا في عندنا ايش بسموها، معطيات، معاملات، مدخلات، بنحطها هنا حسب الشكل اللي هو موجود هنا، وبنتظر النتيجة وخلاص. صعبة ولا سهلة هذه؟ ندخل شوية في مستوى أعمق، تمام؟ جملة كرييت بروسيجر بتعتمد هنا على وجود ايش حكينا؟ كنترول زد، ايش سويت انا؟ ليش ما نسخنا هالشيء هذا؟ نسخ اخ ما له جدوى. هي قلت هذا الكلام كله اللي باللون الاحمر هيكون هنا وقد يتكرر، يعني نعمل فاصلة ونكرر نفس الكلام، فاصلة ونكرر نفس الكلام، يعني كم معامل بدي ادخل؟ قد ما بدي، 3 4 5 10، تمام؟ ناخذ واحد واحد من هذولا ايش يعني، تمام؟ وفي بعض الشغلات واضحة لنا من زمان. الآن في عندنا حاجة اسمها باراميتر تايب. هاي باراميتر تايب، ايش يعني باراميتر تايب؟ نوع المعطى او المعطيات او المدخل. يا سلام، وش فهمت انا؟ ولا حاجة، صح؟ بقول لك عندك ثلاث انواع من المعطيات. المعطى الاول N، وهو الافتراضي. هنحكي ايش يعني هو الافتراضي. وفي نوع اسمه out، وفي نوع ثالث اسمه in out. قبل ما اشرح ايش هما، بدنا نعمل نخرج دعاية فاصل وانا واصل بعدين. ايش رايكم نرجع هيك دي بمشهد حلو ودعاية لحاجة في الجافا او في السي بلس بلس او في السي شارب او في اي لغة من لغات البرمجة؟ تعال نعمل هيك كات وبعدها نرجع. تعال نتابع الدعاية الان. هاي مشهد جديد، انتبه علي يا سيدي. الان انت في لغات البرمجة لما بتعمل function او بتعمل procedure تمرر المتغيرات او تمرر للمتغيرات يا اما قيمة يا اما متغير، صح؟ انتو انا ازعم انه انتو اتعاملتوا مع طريقة واحدة في استدعاء المتغيرات هذه. هنالك طريقتين لتمرير القيم عند استدعاء الإجراء أو الدالة البرمجية. لو بدنا ناخذ الفيجوال بيسك دوت نت أو السي بلس بلس أو السي شارب، في حاجة بسموها call by value. call by، وين مالها هذه؟ by value. ناخذ، احنا لسه في الدعاية ما رجعناش لصلب الموضوع، بس هذا عشان نستفيد. وهذا اللي انتم بتعرفوه كلكم،
بتعرفوش شيء ثاني اصلا. الكول باي فاليو، نفترض عندي داله اسمها وليكن مثلا جيت سالاري، اخذتوا الجيت والست انتوا اكيد اخذتوهم صح؟ طيب هاي جيت، الجيت هذه مع كل بروباريتي صح؟ مش انتوا كده اخذتوها؟ ايش البروباريتي هي؟ عبارة عن متغير جوا الكلاس. انا بحاول بس امهد الناس اللي عندها امتحان كمان شوية اوبجكت اورينتد، اساعد يعني بلكن تطلع لك بحاجة في الامتحان. تمام؟ انتم مش كنتوا تكتبوا المتغير بابليك وتحط اسمه بعدين تقول له جيت وسيت؟ ايش هي الجيت اصلا؟ الجيت بيرجع لك قيمة صح؟ وليكن هنا في عندي متغير اسمه، ولا بلاش هيك بديش لانه شوية بلاش اخربطكم. تمام؟ يعني بدنا نقول هنا جيت سالاري، انتوا ايش بدكم تعتبروها؟ فانكشن فانكشن فانكشن. تمام؟ اوكي. الجيت سالاري هذه مثلا بتاخذ رقم الموظف. تمام؟ هاي اللي هو الام نمبر ايا كان نوعه، كاركتر سترينج ايش بدك تسميه حسب اللغه اللي انت تشتغل معاها. تمام؟ الداله الجيت سالاري هذه استدعيتها بطريقه ما، هي في العادة الدوال تستدعى من خلال متغير صح؟ بس أنا بدي أجل هذا الكلام. الآن لو كان أنا عندي هنا واي بيساوي 1 2 3 4 5 6، بدي أستدعي الدالة هذه، إيش راح أسوي؟ راح آخذ القيمة هذه صح؟ وأحطها هنا صح؟ تعال ننسخ هذا الكلام، هاي كنترول سي ونروح على الرسام يمكن يساعد. انا ايش حسوي؟ هجيب هذه القيمة صح؟ وين التحديد؟ هذا هو. اوكي حسحبها وحطها هنا صح؟ وإيش اللي حيصير في ثنايا الموضوع؟ إنه الواحد اثنين ثلاثة أربعة ستة هذه تمام؟ حتسلم حالها وتعطيها لمين؟ للإم نمبر. حيصير الإم نمبر إيش هو؟ حيصير الامب نمبر بيساوي 1 2 3 4 6، مش هذه هي اللي بيصير؟ فانا لما استدعيها بالشكل هذا get salary وافتح قوس واكتب 1 2 3 4 6 تمام، انا اعطيت القيمه هذه لمين؟ للامب نمبر. والامب نمبر هذه هي وين بتشتغل؟ تشتغل وين؟ جوا البروسيجر صح؟ لغايه ما نصل لمين؟ للاند، للنهايه. انتوا هيك بتعملوا الاند مثلا، فهذا جسم الداله هنا، فالامب نمبر مجاله وين بيشتغل؟ في المكان هذا. العمليه هذه اللي انا عملتها ان انا بعثت القيمه هنا، هذه تسمى call by value. استدعيت الدالة وبعثت لها قيمة. في نفس الوقت ممكن أعمل هيك، طالما إنه الواي عندي موجودة وماخذة قيمة بقول له get salary وبحط واي صح ولا لا؟ فعليا إيش اللي صار عندي في الذاكرة؟ مين بقول لي إيش اللي فيه في الذاكرة لقيت بصير؟ في صندوق خاص بواي
اسمه ايش؟ واي. قديش القيمة فيه؟ 1 2 3 4 6 صح؟ لما عملنا الحركة هذه، جبنا هذه وحطيناها للإمب نمبر، يعني كأنه عملنا مين؟ معادلة تساوي. يعني هو في النهاية إيش حيسوي برضو؟ حينشئ كمان مكان في الذاكرة اسمه إيش هذا المكان؟ إمب نمبر. إيش أخذ القيمة؟ 1 2 3 4 6 صار عندي مكان في الذاكرة اسمه واي، مررنا للإمب نمبر. الشغل كله لمين؟ للإمب نمبر جوا هنا. وصلنا للإند أو للنهاية، إيش بصير في هذا؟ خلص عمره الافتراضي، يبدأ من حيث اللي هو بدأ التنفيذ الدالة لغاية ما نصل لنهاية الدالة. الواي صار فيها ولا حاجة، صح؟ فهذه طريقة استدعاء الدالة اللي انتم كلكم بتعرفوها، اسمها call by value، تمام؟ لكن ال call by reference، هي control A وهي delete، بكون عندي هنا M أو Y، خلينا نحطها Y بتساوي 1 2 3 4 6 تمام. والدالة ايش اسمها؟ get salary، بس هي معرفة الان مش call by value زي ما كنا نعمل، خلينا اكتبها زي بعض اللغات اللي هي by ref، بتجدها في بعض اللغات زي اللي هي الفيجوال بيسك دوت نت، بتلاقي كاتب لك by ref. في السي شارب، سي بلس بلس، سي بطيخ، تمام، ممكن تجد إشارة مين؟ الآت. هذه تعني call by reference. تعني إيش؟ call by reference. إيش يعني call by reference؟ إنه أنا بدي أمرر هنا، هو عنده M number في الأصل، صح؟ يعني هو كان عنده هيك by ref، هيك إذا معرف الدالة، وكاتب مثلا M number وهي قوس، هيك كانت معرفة. باي ريف ايش يعني؟ انه طريقة استدعاء بواسطة المرجع، بواسطة العنوان، تمام. نشوف كيف بدنا نمرر البيانات هذه. هنا ايش اسم المتغير هنا؟ M number. والمتغير هنا ايش اسمه؟ هاي طريقة الاستدعاء. لما اجي اقول له get salary واحط الريفرنس تبعي اللي هو مين؟ واي، او في اشارة الات واي على فرض، بس للتمييز انا عامل خليط كوكتيل من لغات البرمجة، بس بدي تفهم المنطق. هذا سودو كود بسميه انا، كود كاذب، لكن من خلاله انا بستطيع ان انا اشرح الفكرة، تمام؟ ايش اللي بصير؟ هو هيك عامل مكان في الذاكرة اسمه مين في الاساس هنا؟ اسمه واي. يا سلام عليك. ايش القيمة اللي فيه؟ 1 2 3 4 6 تمام؟ الكول باي ريفرنس في عنده مين؟ امب نمبر. لما عملت هذه العملية، هذه الحركة، شايفينها؟ عارفين ايش سوى هو؟ راح حط على نفس المكان مؤشر وسماه M number. ال M number وال Y بأشروا على نفس المكان، ما عملش واحدة جديدة، تمام؟ لقيت جوا الام البروسيجر هنا اشتغل شغل. الام نمبر هنا صار بيساوي مثلا 9 8 7 6 5 جوا مين؟
جسم البروسيجر، وصل في النهاية وخلص end. ايش اللي بصير هنا؟ انه القيمة هذه تغيرت، هاي دليل. ايش صارت؟ هي هذه نفسها صح؟ وصلنا للنهاية، ايش بده يصير في هذا؟ بده ينتهي. ايش اللي صار؟ انه قيمة واي اتغيرت جوا البروسيجر وظلت متغيرة حتى بعد ما انتهى البروسيجر. هذا اللي بنسميه كول باي ريفرنس، انا بستدعي المكان وايا هذا هو الريفرنس. هذا هو الريفرنس. تمام؟ فظلت المعلومة موجودة مخزنة حتى بعد انتهاء عملية استدعاء مين؟ البروسيجر او الفانكشن. فهمتوها هذه الكول باي فاليو كول باي ريفرنس؟ هذه مش الي. هذه دعاية انا كنت بعملها توي وبروج للغات البرمجة الاخرى. نعمل كت ونرجع لدرسنا. واصلة؟ وصلت الفكرة؟ طيب درسنا ايش بيحكي هنا؟ خلصنا الدعاية احنا نرجع هنا. بدي احكي لكم قصة. كويس؟ المتغير اللي نوعه N هو نفسه الشخصية التالية. تحبوا التاريخ؟ في زمن الدولة الإسلامية في الخلافة العباسية لما كان الخليفة غير مهتم بشؤون المسلمين ومهتم في حاله وأولاده، الله سبحانه وتعالى له سنة في الكون لاستبدال الناس لو كانوا فسدا، وراح جاب التتار وهم كلاب الله في الأرض ليرد المسلمين بعد محنة إلى دينهم. تآمر على الخلافة العباسية رجل شيعي حاقد اسمه ابن العلقمي. ايش اسمه؟ ابن العلقمي. هذا كان موجود في الدولة وأحد المواطنين، تمام، ويمكن هو رئيس الوزراء. عشان خطورة الخيانة الكبرى ايش سوى؟ جاب لنا هذا المتغير اللي هو من نوع N، وهو عبد حبشي أسمر، وراح جابه حلق له شعره على الصفر، كتب الرسالة ومسك العبد الحبشي وحبسه، طلع شعره. بعد ما طلع شعره ايش سوى؟ مسكه زي كده وقال له روح على المكان الذي يتواجد فيه. مين هو جنكيز خان؟ جنكيز خان اللي هو مسؤول التتار، صح؟ تمام. وين البروسيجر تبعنا؟ هيو البروسيجر تبعنا، هيو نقطع هنا بس هذا اسهل. بدي اتخيل هنا في حصن، هاي القلعة، شفت يا حسام؟ يا حسام شفت يا حسام؟ ماشي، هاي القلعة. مين عايش جوا هنا؟ سكان القلعة، صح؟ من وين بده يدخل هذا الجاسوس تبع ابن العلقمي او العبد الغلبان اللي ما لهش دعوة؟ من هنا. وين البوابة تبعتهم؟ هيها هنا، صح؟ هذا البوابة، هذا داخل، هيو N مثلا، مثلا ايش نسميها هنا؟ F. تمام؟ دخل البوابة هذه، مهمته يدخل معلومة، مهمته يدخل ايش؟ دخل العبد الحبشي F، اجا هنا اعطى المعلومة للشخص اللي بده اياه. كيف نعطي المعلومة في البرمجة؟ بنقول له مثلا XX equal F، ايش سوى هو؟ جاب قيمة F، المعلومة اللي على راسه مكتوبة، حلقوله شعره، قروا المعلومة واعطوها لمين؟ ل XX، هذا مستشار جنكيز خان. هل في داعي F هذا يرجع بحاجة؟ راحوا قصوا راسه هنا، اعدموه خلاص. ايش منه فايدة؟ ايش مهمته هو؟ بس. فهذا نوعه ايش بده يكون؟ N. هذا هو البراميتر
تايب اللي نوعه ايش؟ ان. مهمته ايش يسوي؟ يدخل قيمه، صح ولا لا؟ لقيت لو هذا جوا اجى هيك عمل اف ايكوال 20 ممنوع، هيك هو جوا ممنوع ياخذ اي معلومه، منعا باتا ممنوع ياخذ معلومه، خط احمر هذا، هذا برفضه كومبايلر ايرور، بقول لك متغير من نوع ان ممنوع ياخذ اي قيمه، ممنوع تاخذ اي معلومه وتطلع فيها حتى لو بدك تموت، فهذا الكلام ايش ماله؟ مرفوض. خلصنا قصه ابن العلقمه، للعلم هو في الاخر مات ذلوه التتار وبالصرامه مات، تمام، وابنه مات قهر بعدي، نسال الله العفو والعافيه. طيب النوع اوت، ايش اسمه هذا المتغير؟ ايش نوعه؟ اوت. الرسول صلى الله عليه وسلم، نحكي قصه ثانيه، تمام، الرسول في غزوه الخندق والجو هيك زي عنا هيك بخوف، الوضع متوتر، الرسول قال من ياتني بخبر القوم ولا يحدث شيئا، بس بدك تروح ما تعملش حاجه، بس تجيبني ايش؟ عدد الناس الموجودة أخبارهم. طبعا كلهم خافوا، قال له قم يا حذيفة، أخونا حذيفة، حذيفة بيبدأ بحرف إيش هو؟ أتش، هاي حذيفة. حذيفة راح متغير نوعه أوت عشان ما حدنش يشتبه فيه في البوابة هذه، دخل مع هش ولا حاجة، يعني لا يحمل أي رسالة، لا يحمل أي رسالة، دخل جوا راح أخذ معلومة بتقول إنه عدد الجنود عندهم مثلا 3000 مثلا، هذا رقم تقديري، فالأتش هذا إيش مهمته؟ ياخذ قيمة، لكن لو أتش هذا لا سمح الله اعطى قيمة، اعطى معلومة، اذا هذا جاسوس ايش ماله؟ مزدوج، صح؟ هذا ممنوع، هيك ممنوع يعطي قيمة، لانه هو ايش نوعته؟ ايش نوعه؟ اوت، تمام؟ فهو ايش الصح عنده؟ انه ياخذ قيمة، صح؟ خلص الاجراء وجاب المعلومات بالطريقة اللي القصة اللي بنعرفها، اكيد حيروع على الدار، يغير يريح حاله، صح؟ بس هو محسوب على مين؟ على اللي بعته، محسوب على مين؟ على اللي بعته، صح ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. فهذا المتغير عند الاستدعاء، تمام، له طريقة، انه هذا مش متغير عادي، هذا متغير عمره لا ينتهي، تمام، اللي انا بستدعيه بانتهاء الدالة، تمام؟ لا، عمره بيضله موجود لغاية ما أخلص جلسة العمل، تمام؟ هذه هي المطلوب منه. فهمنا إيش يعني إن وإيش يعني أوت؟ هذا إذا عملته جوا البرنامج إيش بصير عندك؟ خطأ، متغير اللي نوعه أوت ممنوع يعطي قيم، بس بياخد. في نوع ثالث إن أوت، واللي أنتم بتعرفوه، بياخذ وبيعطي، تمام، وهذا اللي هو شبيه بالكول باي ريفرنس، هذا هو شبيه بمين؟ بالكول باي ريفرنس، تمام، تذكر المشهد اللي تو صورناه، تمام. الآن يا سادة يا كرام بدنا نعمل مثال ونطبق المثال ونستدعي البيانات، تمام، من خلال المثال. البعد النظري وصل ولا ما وصلش؟ تعالوا نيجي هنا نطبق الكلام، ايش نحكي له؟ ذكريات، صح؟ ايش اسمه؟ عشان انتوا ناس طيبين
بدي اذكركم بسمة البدن الامتحان. انت شعبة ايش؟ طب هاي امتحانكم، تمام؟ كشفنا معلومة. يلا ايش بقول هنا المعلومة؟ استرجع اسم الزبون ورقمه ورقم الطلبية وإجمالي الطلبية للزبون صاحب الرقم 112. هذا بديش أخذ، أنا بدي أخذ هذا. رقم قديش؟ 3. بدي أطبقه جوا بروسيجر، وأنت طبعا مطلوب منكم إنكم تزبطوا لي إياهم كلهم وتجيبوا لي إياهم المرة الجاية زي ما اتفقنا، بس المرة الجاية بدهم يجوا جوا بروسيجر مش من حالهم كمان، تمام؟ ان شاء الله الاربعة الجاية تزعلوش، تمام؟ بدنا نعمل هذا الكلام. هاي كنترول سي، وخلينا نيجي نعمل انشئ اجراء يقوم بالتالي: يسترجع اسم الزبون ورقمه واجمالي ايش؟ الدفعات. تمام يا سيدي؟ تمام. طبعا انا مش حخوض في التفاصيل تبعت السلك، بدي احاول قدر الامكان اقلل اللي هو حتى اصل بالفكره النهائيه. طيب اول حاجه بدي اروح على الداتا بيس تبعتي، تمام؟ عشان انفذ هذه جوا مين بدي انفذها انا؟ جوا بروسيجر. اذا انا ايش بدي اعمل هنا؟ سؤال قديش هذا تو كان؟ 3. اذا هاي كريت بروسيجر كويستشن 3، بيحتاج ياخذ حاجه هنا؟ ما بيحتاجش، كلامي واضح؟ استرجع اسم الزبون ورقمه واجمالي الدفعات، كل المأمين الزباين، صح؟ إذا هل بحتاج أبعث متغيرات إله؟ لا. بيجن، وهنا إيش في عنا؟ إند، وما بينهما بدنا نكتب. تعال نعمل الجملة هذه: اسم الزبون، بنيجي على الماي اس كيو ال، إيش اسم الجدول تبعنا؟ هاي كاستمر، بنعلم عليه وبنروح على الاستراكشر تبعه. بده ايش هو؟ رقم اسم الزبون، هذا هو كاستمر نيم. دبل كليك كنترول اكس بنسخ ونسخ، كنترول اكس كنترول في، ان شاء الله بكون زبط. ما زبطش بكتبه كتابه. اذا ايش هكتب هنا؟ سلك كاستمر نيم من اي جدول؟ هذا من جدول كاستمر، هذا هو. اذا انا ايش بسوي؟ قاعد دوت، صح؟ بعدين بنوحد مين؟ فاصلة. بده الكاستمرز دوت كاستمر نمبر. هاي ايش سويت انا؟ طيب ما ظبطش، بعمله ايش؟ من هنا بجيبه يا شيخ وخلص. وهاي كولومز بريح راسي. وين الكاستمر نمبر؟ هذا هو، صح؟ مش راضي. ايوه وهاي كاستمر نمبر. ايش بده كمان؟ اجمالي الدفعات وين موجوده؟ الدفعات، جدول الدفعات، جدول الدفعات البيمنت. سيء،
ايه بتاعت الامان البيمنتس هيها هاي ماشي قلت حنجي له هاي البيمنتس هاي جدول الدفعات صح هاي جدول الدفعات ايش في عنده هنا في عنده حق المين لا الكاستمر نمبر بس هنحتاجه هالجيت ولا للتشيك نمبر رقم الوصل مثلا ولا البيمنت ديت اللي هو تاريخ الدفع هو مين الدفعة اذا في عندي حق ايش اسمه بيمنت من اي حق اماونت من جدول البيمنت هاي دبل كليك تعال نرجع له بس خليك معايا احنا ايش بدنا فاصلة جدول البيمنت دوت اماونت صح هذا الاجمالي بيجيش من حاله هيك في دالة اسمها صم في دالة ايش اسمها يا شباب صم هاي صم ولا لا تمام from من وين هذول البيانات جاية من جدولين فاصلة وجدول مين انا بحل امتحان اللي انتم ما عرفتوش تحلوا بعضكم دغري بمجرد ما تيجي المعلومات من حق من جدولين او ثلاثة تعمل وير كونديشن وير تربط البرايمري كي مع الفورين كي البرايمري كي في جدول الكاستمرز يعني هذا الزعيم صح هذا البرايمري كي بيساوي مين عند البيمنتس دوت اسمه كاستمر نمبر نتأكد منه هاي الدفعات في عنده مين هنا كاستمر نمبر هو الحق الرقم صفر اذا هنا بيمنتس خلصنا طالما ان انا استخدمت الصم بدي اعمل جروب باي بدي اعمل ايش جروب باي مع مين مع الحقلين هذول مع بعض لانه وجود الصم ومعاها حقول مفردة جنبها جيرانها فلازم اعمل فيهم هاي نسخ جروب باي جروب باي مين اسف كنترول زد جروب باي الكاستمر كاستمر نيم وكاستمر نمبر فحيجمع لي اياهم الطلبيات تمام بهذا الشكل وصلت ولا ما وصلتش ما هو اذا ذكرت حاجه فوق مفرد هذول اللي انا محددهم لازم تذكرهم في جمله جروب باي تمام هل في شرط معين ما فيش اذا هذا هو التمرين بس كتبت create procedure question 3 begin select end صعب ولا سهل هاي كوبي وبدي اروح اشغل برنامج مين النوت باد ليش بعض الايديتورز عشان الخط منسق وممكن يكون حاطط خط انت حرف انت مش شايفه فبوديه اول اشي على الدفتر زي ما بتيجي بتنسخ انت صفحة ويب وبدل ما تروح تشيل اللي هو الهايبر لينك هذا الريفرنس تبعه بوديه على الدفتر بيشيل لي كل حاجة هيدن مش مبينة وبخلي لي النص من حاله فهي النص كنترول A كنترول C بدي اشغله في برنامج غير هذا البرنامج في ان انا اشغله هنا بس لانه الكود حيطلع ايش ماله مشقلب هيك ففي عندي برنامج اسمه ماي اس كيو ال فرونت تمام هاي فتح اتصل على نفس الداتابيس وهيو كلاسيك ايش موديلز تعال هنا على محرر الاس كيو ال وهاي كنترول V
الخط شايفينه ولا مش شايفينه انتم؟ هو نفسه هذا. تمام، تعال ننفذه ونشوف. نحكي له ايش؟ نفذ خطأ. وين الخطأ؟ customers payments. وين كلمة customer payments؟ طيب أول حاجة بدي أقول له يوز الداتابيس الفلانية. هاي يوز اسم الداتابيس، اسمها كلاسيك موديلز. تمام، الأمر يوز كلاسيك موديلز ايش بسوي؟ هاي هو معلم عليه. أتأكد أنا إنه المشكلة وين؟ لا، ان هما ما بيشتغلش في داتا بيس غير الداتا بيس اللي انا بشتغل عليها. ننفذ الان. هذا حكى لي في مشكله، كاستمرز كاستمر نمبر بيساوي بيمنتس دوت كاستمر نمبر. تمام، عند كلمه ايش؟ كاستمرز بيمنتس. نشوف الكود هنا، جروب باي كاستمرز كاستمر نمبر فاصله كاستمرز كاستمر ايش نمبر. هي هيك مكتوبة كاستمر نمبر. تعال هنا في جدول مين البيمنتس، هاي الحقل تبعي والله هو نفسه. ها هاي تغيير الاسم، كنترول اكس كنترول في. اوكي، وير كاستمرز كاستمر نمبر بيساوي بيمنتس دوت كاستمر نمبر. الجدول اسمه بيمنتس، هاي اف 2 او اعادة تغيير الاسم، كنترول اكس كنترول في. نتأكد انه احيانا. طيب هاي اول تأكدنا انه الحقول ايش مالها؟ سليمة. طيب الاستعلام هذا سليم ولا مش سليم اصلا؟ طيب هاي باخذه هيك نسخ بجربه من حاله، صح ولا لا؟ وين ما بدك، هاي في الاس كيو ال كلير، وهاي لصق وهي لصق وهي انطلق. اذا في مشكلة وين؟ في الاستعلام نفسه. وين راح؟ في كلمة كاستمر بيمنتس. هيها فروم، مش عامل فاصلة، مش عامل فاصلة. اذا هنا ارجع تاني from، شوف وين حطتها انا، customers وايش في هنا؟ payments. ناخذ هذا الاستعلام نفسه control c ونطبقه هنا مره ثانيه، هي clear control v وهي انطلق. انطلق ولا ما انطلق؟ ايش هي؟ جاب لي الزبون اسمه ورقمه والاجمالي المطلوب منه. اذا برجع مره ثانيه هنا بحط كنترول في وبنفذه مع مين؟ البروسيجر تبعي. هاي تنفيذ، ايش صار في هنا؟ نفذه. تمام، عشان ما تواجهنيش مشكله بدي اقول له احفظ هذا الكلام جوا الداتابيس، فبكتب امر كوميت. امر كوميت يعني احفظ. امر كوميت ايش ماله؟ هاي احفظ وهي سلك. يعني ممكن في الاسفل هنا احطه هيك، اقول له يوز مين كلاسيك موديلز. تمام، يوز انا ايش كتبت؟ يوزر، يوز كلاسيك موديلز. بعد ما اخلص ايش اقول؟ احكي له كومنت. هاي البروسيجر، صعب ولا سهل؟ طيب تعال نستدعيه. حبيب من وين تستدعيه؟ لا بديش استدعيه هنا، بدي استدعيه من شاشة الدوس. لقيت هذا مخزن في الداتا بيس ولا مش مخزن؟ يعني أي برنامج بيقدر يستدعيه. تعال نجيب برنامج الدوس اللي أنتم بتحبوه هذا.
ماي اس كيو ال كونسول. سألني على الباسورد، قلت له فيش باسورد، ودخلنا. هينا صرنا في الاس كيو ال او الماي اس كيو ال برومت، صح موجوده. تعال نستدعي. كيف بدي استدعي البروسيجر تبعي؟ كول البروسيجر اللي انا انشاته توي، اسمه ايش؟ كيو 3 كول. طيب ليش لازم اقول له يوز؟ نفس الحاجه، يوز يوزر، يوز كلاسيك موديلز، هذه اهم حاجه، يوز كلاسيك ايش؟ موديلز. طيب تعال نستدعي كول كيو 3 فاصله منقوطه، تمام. جاب البيانات ولا ما جاب هالشيء؟ بقدر استدعيه من اي مكان ولا بقدر اشيه هنا؟ كول كيو 3 وهاي تنفيذ، هاي البيانات. قلت انت حفظت البروسيجر وريحت المستخدم تبعك، بدل ما يعمل هذا الكلام اعطيته امر زي ما انت بتستخدم اللي هي الهيلبرز هذول البروسيجرز او الفانكشن في اللغه، خلاص صار يستخدم كلمه كيو ايش؟ 3 في الشغل تبعه ويجيب له البيانات كلها، صح ولا لا؟ واضحه الفكره؟ طيب بدي اعطي حاجه متقدمه. هذا الاجراء او المطلوب منك انا نفذته بصراحه، بس انا بديش اياه يستعرض، انا بدي اياه يرجع لي الاجمالي، وانا بدي اعطيه رقم الموظف، يعني بدي اغير السؤال واطوره بحيث ان انا استخدم هنا متغيرات، متغير نوعه ان يدخل رقم الموظف، ومتغير نوعه اوت يرجع لي الاجمالي. بصير ولا بصير ايش؟ بصير ولا بصير ايش؟ طيب اذا بدنا نحسن ونعمل تطوير على الاجراء تبعي هذا، فبدي اسميه question 3 underscore. هذا question 3 underscore ايش بيسوي هذا؟ نفس الكلام اللي فوق هان، اسم واسم زبون ورقمه المحدد، ورقمه المحدد. يعمل فيو صح له شغل. الفكره احنا التطبيق ممكن نطبقها بالفيو، كلامك صح، بس انا بدي اطبقها اليوم بروسيجر، لقيتها بطل فيو، لقيتها حتشوف هي لقيتها في التعديل هذا حيميز عن الفيو، يعني المستوى اللي انت وصلت له وحكيت انه انا ممكن احله بالفيو صح. طب انا ما بديش استخدمه في الفيو، لقيت بدي ادخل قيم وارجع قيم، تمام؟ فانا بدي ابعت له موظف محدد. ايش في عندنا موظفين هنا يا شباب؟ بدي اعطيه مين؟ ال 242. طيب يعني هنا بدي احط متغير رقم الموظف، صح؟ ايش نوع المتغير هذا؟ لا، نوع البيانات انتجر. يا ان، يا اوت، يا ان اوت. انا ايش مطلوب منه؟ أن يقول للاستعلام إنه هذا هو الموظف، بعد كده مطلوب شيء ثاني؟ لا، إذا هذا نوعه إيش؟ إن. تمام؟ اسمه مثلا كاست أي دي. إيش نوعه؟ الداتا تايب تبعه انتجر. ولو شلت كلمة إن أنا هو افتراضي إن. صح؟ تمام. وإجمالي الدفعات يتم إرجاعها، يتم إرجاعها من خلال متغير. إذا أنا بدي إجمالي المتغيرات ترجع من جوا مين؟ البروسيجر.
بشوف ايش التعديل اللي بده يتم. بدي ابعث متغير نوعه ايش؟ لانه مهمته يرجع قيمة. ايش بدك تسميه؟ توتال. فيك تستخدم ان اوت، بس انا من اول ما علمتك قلت لك ما تكونش كريم زيادة عن اللزوم، لانه هذا ممكن تعتبر ثغرة تمام من عندك ويعمل مشاكل من خلالها. فانت خليك اللي لازم يعطيه. مرة يدخل ببيانات، والله انك مجدلوي عن جد. تمام؟ مستحيل اليفاوي هيك، اليفاوية دائما كرم على حد الهبل. سامحوني يا يفاوية، معلش. طيب خلصنا بعيدا عن القناعات الشخصية. هذا توتال نوعه اوت، ايش مهمته هذا الزلمة؟ يدخل بقيمة، يدخل معهوش ولا حاجة، يرجع بقيمة. تعال شوف ايش بدي اعدل. انتبه علي. هذا مين هذا؟ اللي انا بدي اياه. شوف ايش بضيف. فيك انك تكتب عبارة انتو. فيك ترجع عبارة مين؟ انتو. هل في داعي لهذول انا؟ هذول بلزمونيش. اذا قلت له select some payments dot amount into. انتو يعني اعطي القيمة الناتجة لمين؟ للمتغير. ايش اسم المتغير؟ total from payments. from مين؟ هل في داعي اكتب اقول له جروب؟ لازم اقول له جروب باي. وهذا الورش مالها بطلت، صح؟ هل في داعي احكي له هنا جروب باي كمان؟ لا. ايش بدي اقول له بس؟ وير الحقل اللي في البيمنت اللي اسمه كاستمر نمبر، مش هيك اسمه؟ ما تتأكد. هاي في البيمنت، ايش اسمه الحقل؟ هاي كاستمر نمبر، صح؟ بيساوي القيمة اللي انا مدخلها من برا. هذا اعطى هذا، هذا اخذ من هذا، هذا من هنا التوتال اخذ من هذا، تمام؟ لانه الانتو كانك ايش حكيت له؟ هذه العباره كانه ها اجت له حكيت له هيك انه التوتال يساوي هذا الكلام. فجملة انتو يعني قلت له دخل القيمة هذه في التوتال، تمام؟ بس هذه تستخدم بجملة السلك بس. هذا هو. اذا احنا عدلنا على مين؟ على الاجراء تبعنا، صار اسمه question 3 underscore. دخلنا له متغير من نوع انت، تمام؟ واوت، بس بدنا نحدد نوعه. هذا ايش نوعه؟ دبل، صح؟ منفع، بس خلينا عشان تميز بيناتهم، وبعد كده كون زي ما بدك، مش دلاوي زي براحتك، تمام؟ فيك انك توفر في الذاكره وتستخدم متغير واحد، بس بدك تشوف المحظورات. خلينا انفذ هذا الاجراء. هاي نسخ واجي هنا. طبعا انا في اي داتا بس شغال؟ خلص كلاسيك موديل زي كنترول في. ايش بدك تكتب في الاخر؟ كوميت، تمام؟ واحكي له ايش نفذ. ايش سوى هنا هو؟ عمل لي اياك كويشن 3، صح؟ ايش حسوي؟ حستدعيه. الان طريقة الاستدعاء كيف نكتب؟ لا، الأولى ما كانش لا في متغيرات ولا بطيخ، صح؟ احنا وين كتبنا هنا؟ هاي كوميت، مش هيك عملنا احنا؟
جيد. شوف كيف بدي استدعيه، بدي اكتب ايش؟ اول حاجة كول، ايش اسمه؟ كيو 3 اندر سكور، هفتح قوس. المتغير هذا ممكن ابعت قيمة، صح؟ ايش في عندنا متغير موظف؟ 240. ناخذ 242، اذا انا ممكن استدعيه بالقيمة تبعته. هي 242. لكن التوتال هذا نوعه اوت. ما بقدرش، هذا مهمته انه يدخل يجيب قيمة. وبده يضله عايش. قلت انا حستدعيه، هيني بستدعيه. فببعته كمتغير من نوع بنسميه سيشن فاريبل. ايش بنسميه؟ سيشن فاريبل، في ناس بسموه باراميتر. تمام؟ اي متغير، اي اسم حطيت عليه ات وسميه بالاسم اللي بدك اياه، هاي تي، ايش حيصير؟ التي والتوتال حيأشروا على نفس المكان. اللي بيرجع فيه التوتال حيعطيه لمين؟ والتي هذه هل حتنتهي بانتهاء تنفيذ الاجراء؟ لا، حينتهي عمره هذا الات تي مع لما اجي اعمل كويت او اعمل كلوز لجلسه العمل اللي انا بشتغل معاها، او اللي احنا بنسميها ديسكونكت. تمام؟ طلع هيك. نيجي على البرنامج هذا، وهاي تنفيذ، نفذ. بدي اشوف قيمة التي، باجي بقول له سيلكت، سيلكت، بحط علامة الات وبكتب اسمه تي، بس وصل منقول. ايش حرجع لي هذا؟ القيمة اللي رجعها. قديش رجع لي هنا؟ 60483.36، هي نفسها هنا؟ وخزنها في متغير. في الأول لا، ما كناش، لأنه احنا خلص هو رجع لنا، استعرض لنا إياهم البيانات. لكن هذه في البرامج تبعتك، في شغلك لما بدك تشتغل برنامج على الاندرويد مثلا او في الاي او اس، تمام، بيلزمك ترجع قيمه معينه. هذا بيستعرض، بس هذا كلام بنفعش معانا في الاندرويد. فيش بيئه تعرض لك ايش النتيجه تبعته. في الاندرويد بدك تبعت وترجع قيمه وتتحكم فيها كمتغير، فهذا هو المتغير تبعك. وصلت الفكره؟ تمام هيك؟ فطريقة استدعاء للمتغير الخارجي. طيب نكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية في موضوعات تانية، وهنحتاج هنا إن احنا نعرف متغير محلي. هنحتاج إن احنا نعمل متغير محلي. مطلوب منكم يا سادة الكرام الآن إنكم تعملوا لي تمرين من هالتمارين هذولا. كلهم بدك تنفذهم في تمرين الآن. تمام؟ وليكن السؤال رقم 4. السؤال رقم ايش؟ 4. نفس الطريقة استلمنا. أول شيء بدك تفكر في الاستعلام، وبعدين تحطه في بروسيجر، وهل البروسيجر هذا بيحتاج طلع معايا. يا شباب، كلمة استرجع بيانات الطلبيات التي نفذت للزبائن من سكان أستراليا، إيش هي البيانات؟ هذه خليط، السؤال هذا خليط ما بين التمرين الأول والتمرين الثاني. حيسترجع يعني حيعمل سيلكت ستيتمنت وحيعرض لي البيانات. تمام؟ بس حياخذ متغير من نوع إن، اللي هو المكان السكن، اللي هي السيتي أو الكنتري، إيش بدها تساوي؟ أستراليا، صح ولا لا؟ هذا هو حله للتمرين أو المثال رقم 4. يعطيكم العافية.